حياكم الله في مركز كليرنز للتصفيات. هذا المركز المستودع موجود في مصفح ابو ظبي. وظيفته شو؟ يجيبون البضاعه هني يسوون لها تصفيه. في وايد بضائع عليها تصفيه، وايد بضائع عليها خصومات. الخميس والجمعه والسبت، الجماعه في انتظاركم. بسم الله. إذا بتشوف معايا المكان والمنتجات أكثر عن مليون قطعة في هذا المكان، شيء منه خصومات وشيء منه تصفية كلية. على سبيل المثال هذا البوكس، تشوفوا هذا البوكس حق التولز 199، يبيعونه أول الحين 25 درهم. شيل هذا يوم تجلس في السيارة والكرسي اللي يدفيك، عرفته على كم؟ 10 درهم. هذه البضاعة شيلوا. الجركن الكروم كان ب300، الحين عمي كم؟ 30 درهم حق النيسان. شيل. مكان يفتح يومين من 9 صباح لين 8 من الليل، في كاش وفي كريدت كارد بطاقة. مثلا هذه على درهم على درهم على درهم، هذا المكان درهمين، هذاك 3 دراهم. شغل الباربيكيو، شغل الباربيكيو الكمية موجودة على كم؟ 40 درهم. شيلوا. هذا توني مشيك عليه في الاونلاين، تقدر تركب عليه ماكينه في الاونلاين، يبيعونه 3000 درهم. هني على كم؟ 999، متوفر 4 حبات. شيل. حوض جاكوزي في الاونلاين يبيعونه على 3500، هني على كم؟ 899، متوفر 4 حبات. شيل. الشيخ الله يحفظ امك، مكان تصفيه يعني تخلص بضاعه، ما في بضاعه ثانيه، 3 ايام يبندون الباب يروحون بيتهم. هذا المكان للتصفية بس. هذا تحطه في الحديقة، من تحت خشب ومن فوق ترتاح، انت ترتاح تغير جو. برا على 900، هني ب 400 درهم. شيلوا. 6 حبات. هذا ترولي باربيكيو جريل موجود كمية ايضا على كم؟ 55 درهم. اتفضل. شغل الحديقة تبونه موجود عندكم. ها هذا الهوز مال الماي، تفضل على كم؟ 10 درهم. بعض البضائع تصفية وبعض البضائع خصومات. واضح كلامي؟ واضح. كرسي، كرسيين 3 و4 بي في الدرب، مع المظلة مع الطاولة، كله 250 درهم. صل على النبي. ليلة ها مال باربيكيو مال لحم مال دياي 11 درهم. هذا على كم؟ 9 درهم. على كم؟ 15 درهم. هذا المكان من درهم إلى 10، هذا كله من درهم إلى 10. تعال شوف انت، شوف افهم. حمودي يلعب في الحوض، هذا الحوض وهني حمودي ولدكم يلعب او فطومي، على كم؟ 95 درهم. هذه الكور مال العاب مال الصغاريه، يبيعونها على 40 برا، هني مسوين خصم 20 درهم. هذا السكشنات من هني لين هناك، في جنريتر، في صيني وفي ياباني، واضح وضوح الشمس. هذا 10 كيلو واط، كان ب 7000، الحين ب 4000 بيخلصون. قبل ما تشتري تشيك عليه شغال ولا لا. شغل مكنسة 1400 واط 30 لتر، هذه الماركة كانوا يبيعون 450، 199. تفضل. ماركة سولار، العدة هاي كلها ماركة سولار، كل اللي تشوفه على كم؟ كان 350، لا 90. شيل. قول شيل. هذه شلفات حق البيت، هذه شلفات تسوونها في البيت، اول 490 الحين 199. تعال وشوف. هذه لها كلها بدون كراتين، تشيلها كذي، عليها اسعار تصفيه، عليها اسعار من ماركت دايو. شوف شوف، مال عصير تبغي، كشاف تبغي، تعال شوف تعال شوف. تعال. ما شاء الله ثقيل ماركت دايو، هذا كامل على 30 درهم، سوي لك عصير موز. ماركت لافر، هذا للغسيل، ها تغسل البيت موجود امامك، شيكت عليه على الاونلاين كم؟ 689. هني عمي 290، وصل على النبي. وشيل. كل اكسسوارات سيارات، درهم درهمين 5 15، من هني لين اخر شيء اكسسوار سيارات، على درهم على 10 على 5 على. ايضا هذا التولز مال ما ادري شو يسمونه هذا، ايوه 98 بيسز على كم؟ 39 درهم. هني تولز ثاني طالع كم؟ ها كم؟ 17 بيسز على 20 درهم. هذا اللي ينظف لك تحت الكراسي، اتفضل على كم؟ 20 درهم. على 5 على درهمين على 5، كله 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 لين هناك. ايضا هذا مال السيارات ماركه شويه معروفه، برا يبيعونه على 100 درهم، هني على 10 درهم. هاي مال السيارات.
هذا ستيل رام، هذا يشيل السيارة بتشيل الدراجة، هاي بيعونه برا على 900 درهم، هني على 50 درهم. 50 درهم بوش؟ yes 50. هذا مكينة الهواء، تبغي سائر البار بتعبي الدراجة برا 240. هو يقول والله ما أقول أنا، هني 90 درهم. براد الماي وغير براد الماي، شغل الإلكترونيات كله ماركت دايو، عليه خصومات 25 50 70 خصومات دقق. هذا المستودع بشكل عام، وإذا أنت كنت تاجر وعندك بضاعة تبغي تسوي لها أيضا تصفية من أي بضاعة، مركز كليرنج للتسوق يستقبلك. هذا هو المكان، شوف لين آخر شيء تبارك الله كبير. عموما هذا المكان باكر بيكون مفتوح تاريخ 7 و8 و9، في خصومات وفي تصفية. واضح عمي؟ الله معك، باي باي.